السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة وفيديو النهاردة هي رسالة بلغوني بها وأنا بحب أوصلها ليكم أنتم، وخاصة أهالي ترعة ناصر إسنا الأقصر. طيب، الرسالة دي إن في حد من الشغالين في الصحة عايز يخدم خدمة للبلد، وإن هي يجيب اللقاح اللي هو لقاح فيروس كورونا يجيبوا عندنا في البلد. يعني بمعنى الناس اللي بتسجل على النت دلوقتي وبتروح عشان تاخدوا اللقاح، طبعا بيجي اسمها في مكانين في إسنا، اللي هو مستشفى طب التخصصي في إسنا والإدارة الصحية. طبعا لما الناس كتيرة بتسجل، الموضوع طبعا بيجي ممل بالنسبة للانتظار. ممكن تاجي رسالة ليك وممكن ما تجيش، وممكن تاجي رسالة انت ما تشوفهاش اساسا. فطبعا الموضوع فيه مشقة من زحمة الناس اللي هي بتسجل على النت عشان تاخد لقاح فيروس كورونا، وخاصة في الايام الاخيرة طبعا الموضوع زاد، لان المعلمين مطلوب منهم ان هم يسجلوا في اللقاح، ومطلوب برضو من الطلبة الجامعات اللي هم لسه رايحين الجامعات لازم يسجلوا. فطبعا في حد عايز يخدم خدمة للبلد ان هو ينزل اللقاح عندنا في البلد هنا في ترعة ناصر. يعني بمعنى بدل ما انت تروح اسنا وتستنى دورك وهكذا، المطلوب ان انت تسجل على النت في اي مكان، في سايبر، في مكتبة، في اي مكان، حتى لو انت هتسجل على تليفونك من البيت. كل اللي بيحصل بقى ان انت بتاخد رقم الطلب اللي معاك ده واسمك، بيروح الإدارة في إسنا أو أيا كان عنديهم إن أنت سجلت على النت. من خلال التسجيل طبعا دي في واحد واثنين وثلاثة وأربعة، حد 100 200 نفر، وكده ممكن يكون في موافقة إن اللقاح ياجي في البلد وأنت تاخد اللقاح، بدل ما تروح طبعا الأماكن دي وتعمل قائمة انتظار ويبقى في انتظار في الموضوع دي. طيب، زي ما قلنا ان الحد ده حابب يخدم البلد، وان المبادرة دي مطروحة قدامه ان في بلد من البلاد هتاخد اللقاح، او بمعنى ان العربيات اللي هي بتروح القرى او المدن او المراكز بتدي اللقاح للمكان، هو بمعنى صح عايز يجيب العربيات دي في البلد في ترعة ناصر عشان يسهل على الناس ان تاخد اللقاح فيروس كورونا. كل المطلوب في الاخر ان انت هتسجل على النت في مكتبة، في سايبر، على تليفونك، ايا كان، ان انت تاخد اللقاح، هتسجل، هتعمل تسجيل وتعمل طلب طبعا في اسنا، فتختار المحافظة الاقصر وبعدين اسنا، ان انت هتاخد اللقاح، وبيتم طبعا بتسجيلك وبيبعت لك رقم الطلب على رقم التليفون اللي انت سجلته. معنى كده او بكده ان شاء الله نقدر ان شاء الله ناخد اللقاح في مكانك في بلدك انت، بدون ما تروح ولا بدون ما تاخد اي مواصلات ولا اي مشقة في الموضوع ده. فدي مبادرة يا جماعة مطروحة، مبادرة وخدمة مقدمة لنا ولأهل بلدنا لتسهيل اخذ اللقاح في البلد، بدل طبعا المواصلات وبدل المشقة اللي بتعاني منها الناس، وخاصة الناس اللي هي يعني يعتبر مش اختياري بالنسبة لها، اللي هي اجباري بالنسبة لها زي المعلمين وطلبة الجامعات. فرجاء تساعدونا في نجاح هذه المبادرة، بغض النظر يا جماعة عن اللقاح ايا كان نوعه او صنفه او ايا كان هو ضار او نافع. انا بتكلم النهاردة عن الناس اللي هي مضطرة تاخد اللقاح، فدي في مبادرة مطروحة ان تسهل عليك المشوار بدل ما انت تاخد المشوار. ساعدوا الناس دي، وان شاء الله يا رب يكون مبادرة جميلة بالنسبة لكم وفكرة كويسة، وجزا الله خيرا للي هو بيساهم وبيسعى لتنفيذ هذه المبادرة وتسهيل اخذ اللقاح على الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.